ولهذا الانسان لازم يختار العبارات ويختار الكلمات اللي يقولها ويرد باله من عملية الافتخار بغير حق. اذا الانسان باش يفتخر يفتخر بالاسلام. انا زرت بعض البلدان تاع اسيا، ابداها من افغانستان وطلع بها حتى لقدام، كي تتكلم معاه انت وين انت؟ يقول انا مسلم والحمد لله. الجزائري عمره ما يقولها. الجزائري انا شاوي، انا قبيلي، انا وهراني، الخلع على راسك، انا كذا، انا قسنطيني، شنو هذه الهضره هذه الهضره عيانه؟ انا مسلم بهذيا، انا مسلم. العجم يقول انا مسلم والحمد لله. والافغاني والاندونيسي والايراني والفلبيني لما يجيهم واحد عربي من الجزائر ولا من اي بلد عمرهم ما يتقدموا عليه، دائما يقولوا تقدم انت لقدام. علاش؟ لان في دماغهم في عقيدتهم باللي هذا الانسان هو من ابناء الرسول صلى الله عليه وسلم، لازم يقدموه وما يضحكوش عليه. ضايع عند البشر، ضايع. احنا يا طايحين هنا في كيلوات في الجرائد السب، كيلوات والله الا كيلوات الجرائد السب. ما خلوا التاريخ، ما خلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما خلوا عقبه بن نافع، ما خلوا الصحابه، ما خلوا الائمه، ما خلوا الشعراء، ما خلوا الادباء، ما خلوا المسؤولين. يا سيدي واش هذا؟ المفروض الانسان يرد باله من هذه المسائل. ولا يفخر احدكم، ولا يفخر احد على احد. والحديث رواه الامام مسلم، حديث صحيح. لا يفخر احدكم على احد. ولهذا من العيوب اللي راهي عندنا في بلادنا، يقول لك انا قبيلي، والاخر يقول له انا عربي. وتصور معايا مجلس فيه خمسه ولا سته ولا عشره عباد، واحد يقول له انا عربي، والاخر يقول له انا عربي وانت قبيلي في كذا وكذا، الاخر يقول له انا قبيلي وانت في كذا وكذا، انت جيت من برا راه عاودني لبلادك. شوف الخيام وين يوصل من بعدها، وين يوصل؟ انت واش هي عقيدتك؟ لا اله الا الله. وانت واش هي عقيدتك؟ لا اله الا الله. اذا العقيده هي اللي تجمعكم، وان اختلفت الارومة واختلف الوطن واختلفت اللغه. تجمعك العقيده مع الناس، عقيده لا اله الا الله. ولهذا جاء في اخر سوره المجادله قوله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، ايه؟ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم. كاش لو كان يكون مخالفك في العقيده، لو كان يكون باباك، لو كان يكون خوك، لو كان يكون زوجتك، انت يا راك مع العقيده. يحكيوا على عبد الرحمن بن ابي بكر، سمعوا به ابو بكر الصديق وليده، قبل ما يدخل في الاسلام في غزوه بدر، نحتفلوا بهذو الايام، في غزوه بدر كان سيدنا ابو بكر يحوس هكذا يتلفت على اليمين وعلى الشمال. كي دخل عبد الرحمن وليده من بعد دخل الاسلام، قاعدين يتحكوا يجلسوا مع بعضهم، قالوا يا بابا في غزوه بدر، في المعركة تاع بدر كنت شفتك غير تلفت من اليمنى تروح للإسلام وترقب تشوف الناس تشوف الواحد ما كنت حوس. قال له يا ولدي كنت أبحث عنك. قال له ولما؟ قال له لكي أقتلك. قال ولما؟ قال لأن اللي يجمعني هي العقيدة معك. الآن ما دام راك مسلم أنت راك وليدي، حتى مشكلة. وليده. بلا يا إخوانا ردوا بالكم تدخلوا في هذه المتاهة، راهو كاين اللي يغذيها. كاين اللي راهو يصنع في هذه الافكار المدسوسه، كاين اللي راهو يعمل باش يفرق بين جماعه المسلمين. ردوا بال.